بسم الله، نبدي وصفة اليوم. وصفة اليوم شاورما اللحم. هني عندي لحم مقصص شرايح، تاخذونه من اللحم تقولوا له نبي لحم حق شاورما، قصص لكم كذي. حطيت المقلة او الصاجة على النار لغاية ما احترت. الحين انزل شرايح اللحم واقلب على نار عالية لغاية ما يتشوح عندي اللحم. بعد ما تشوح عندي اللحم أضيف الثوم المدقوق. الحين أقدر أقصر على الشولة. أنا بس بالبداية على نار عالية علشان لا يطلع اللحم ماي. هذا الثوم المدقوق ضفته وأحمس. طبعا انا للحين ما ضفت زيت، الحين بضيف شوية زيت. بضيف الحين قفشة من بهار اللحم مال هاون. طبعا انا معتمدة بهاراتها، فاللي حابة تطلب منها هذا رقمها وانستغرامها كابتشرو. بهار اللحم عندها خيالي وكل انواع البهارات. بحط قفشة صغيرة، اللي ما عندها تقدر تحط حق الشاورما شوية كمون، شوية كزبرة، فلفل اسود، ملح، تقريبا هذه البهارات فقط. هذا بهار اللحم. انا على ما اعتقد ان هي عندها بهار خاص بالشاورما، بس لانه ما لقيته فما ادري هل هو متوفر عندها ولا لا، بس ينفع بهار اللحم بعد عادي يعني. واضيف الحين البصل، شرايح بصل بس كذي كافي. ضفت شوية زيت وقطعة زبدة علشان تنكه لي الشاورما. الحين بضيف فلفل حار، عندي هذا الفلفل مجروش أحمر، وبضيف فلفل أسود وملح، وهذا الملح، وبس تقريبا كذي الشاورما جاهزة. احنا البصل ما نبي يذبل كلش، لا نبي يظل شوية كرنشي. وترى اللحم هذا الفتايل بسرعة يستوي، اللحم هذا مال الشاورما بسرعة يستوي، ما ياخذ وقت، عرفته يعني. شوفوا أقل من 10 دقايق الشاورما جاهزة. بس نجهز لها الحين الصلصة الطحينية، أوكي، والخبز اللي نحشيها فيه، ورشة بقدونس، وبألف عافية. وبس الحين شاورمتي جاهزة، ما راح أضيف لها البقدونس الحين، لا أبيها شوية تبرد عشان ما يتغير لونه بعدين أضيفه. الحين بسوي معاكم بطاطا بصلصة الأجبان. طبعا أنا سويتها معاكم مرتين من قبل، بس نعيده للمرة الثالثة ما يمنع. الحين بالنسبة حق البطاطا بصلصة الأجبان، أنا بقلي البطاطا العادي المثلج. تقدرون تاخذون بطاطا عادي تقصصونه وتقلونه، تقدرون تستخدمون البطاطا المربعات، هذا المكعبات، تقدرون تسوونه بالشبس العادي، شبس نايس، عرفتوا؟ تسوون نفس الصوص وتصبونه عليه. شوفوا الطريقة. أول شيء هني عندي فص ثوم كامل مدقوق، بحط له شوية زيت، أحمس الثوم بس يذبل لا يتغير لونه، بعدين نضيف له باقي المكونات. شوفوا هني فص الثوم خلاص، بس ينقلي قلية خفيفة كذي من غير لا يتغير لونه. أضيف له صلصة طماط، أي نوع صلصة طماط، أنا بستخدم هذه، أي نوع صلصة طماط جاهزة، حتى مالت الباستا تنفع يعني. أخلي الصلصة بس دقايق تتسبك. نقلي البطاطا الحين، الزيت مو حار يبيله شوية. طبخ عندي صوص الطماط شوية لأن أنا ما أحب طعم الطماط واضح، فأخليه شوية يتسبك. الحين أضيف قوطي من كريمة الطبخ، أوكي، وأضيف قفشتين كبار أو ثلاث من أي نوع جبن غلاس، أي نوع جبن كريمي. ضفت الجبن، الحين أضيف رانش صوص، هذا شوية بس كافي. وأضيف قفشة كبيرة من السور كريم، الكريمة الحامضة، هذه قفشة كبيرة، بس على نار هادية جدا أذوب كل هالمكونات. طبعا نقدر نضيف بعد موزاريلا، تشيدر، أي جبن مبشور، بس أنا أكتفي بهذا القدر لأن حطيت جبن كريمي.
وحطيت بعد ساور كريم فكافي. وأتأكد أن كل شيء عندي ذاب، وبس أخليه شوية لغاية ما يتكثف، يعني دقيقة دقيقتين بس كافي. أوكي، ما راح أحط له ملح لأن الجبن كافي فيه ملح، والساور كريم بعد يعني مالح، بس بحط له فلفل أسود. هذا الفلفل الأسود. الصوص عندي جاهز، والبطاط انقلى، أطلعه وأصب الصوص فوقه، بشوف إذا عندي ذرة بضيف فوقه ذرة، يطلع شيء خطير. بقي نسوي همبرجر لحم حق اللي ما يبون شاورما وبطاط. الحين البطاط اللي انقلى أحط فوقه ذرة، تقدرون تحطون بعد هالبينو إذا تحبون، بس أنا لأن اليهال بياكلون فما رح أحط لهم هالبينو. هذا أول قوطي وهذا الثاني، وأصب الصوص اللي سويته بسم الله فوق البطاط، شيء لذيذ جدا جدا، شيء خطير. وتحطون على الوجه الجبن اللي تحبونه، أنا بحط موزاريلا، تقدرون تحطون ميكس موزاريلا وشيدر، وتدخلون هالفرن مجرد ان الاجبان تذوب، وبالف عافية. هذا البطاط جاهز بيدخل الفرن، والبرجر بعد عندي جاهز، بس بجهز الحين الصلصة الطحينية اللي تنحط على الشاورما. هذه مقادير الصلصة الطحينية، طبعا تقدرون تحطونها على الشاورما، على الفلافل، على اي نوع ساندويتش. هني عندي شوية لبن او روب، وصلصة طحينية هذه مثلا، وعصرة ليمون وفص ثوم وملح، وبالعافية. الصلصة جاهزة، إذا حسيتوها كثيفة زيدوا الليمون واللبن، وإذا حسيتوها خفيفة زيدوا الصلصة الطحينية، وبس خلصنا. الشاورما جاهزة، أضيف لها رشة البقدونس. اوكي، وكل شيء عندي جاهز، اقدمه ان شاء الله واصوره لكم. وهذه شاورمتي اللذيذه جاهزه، قدمتها مع الصلصه الطحينيه وهلبينو وبصل طماط خس، كل واحد يحشي الساندويتش ماله بالشيء اللي يحبه. وهذا البطاط بالصوص والاجبان بعد جاهز، وخلص عشاي. هذا أحلى احتفال براس السنة، إيش رأيكم بس؟ ولا أجمل أسهل وألذ شاورما. طبعا أدري الأسئلة، يصير نسويها على دياي؟ إيه طبعا يصير نفس الطريقة على دياي. وخلصنا، وعلينا وعلى عيونكم، بألف عافية.